انت مع ام ضد حمله منع ارقام سعيد من سيوف القنوات الفضائيه مره اخرى؟ والله انا مش ضد ان ارهام سعيد ان هي تطلع في التلفزيون او لا، انا ضد اسلوبها، يعني ضد اسلوبها في التعامل مع، يعني وهي بتتكلم وهي، لكن هي بتعمل اعمال خير، بتعمل حاجات كويسه برضو، يعني كفايه الاطفال اللي هي بتسعى ان هي تعالجهم، بتسعى ان هي تخفف الامهم، دي حاجه كويسه. لكن اسلوبها بقى في الحوار او اسلوبها في الالقاء، تحس كده يعني مش عارف اوصف ازاي يعني، بس انا ضد الموضوع ده. لكن اي مشكله بينها بين اي اعلامي تاني او بينها وبين اي حد تاني، ده موضوع يخص الاعلاميين التانيين يخلصوه مع بعضيهم. يعني انت تنصحها ان هي تغير اسلوبها في الكلام؟ يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يبقى احسن. ايه رايك في ريهام سعيد؟ ريهام سعيد مين؟ بتاعت الشعوذه والافلام والكلام ده كله، زي الفل عليها، الله ينور عليها. في حملة انا ما بحبهاش. في حملة بتطالب بمنع الاستاذة الاعلامية ريهام سعيد. يبقى مصلحة للاعلام المصري. انت مع يعني منع ريهام سعيد تاني من صوف؟ مش عايز اشوفها اساسا. شايف اللي هي بتقدم خير او بتقدم من ده على ده؟ بتعمل شر في ناس وبتعمل خير في ناس، بس هي مش فاهمة هي بتعمل ايه. في حملة بتطالب الاعلامية ريهام سعيد ان هي ما تظهرش تاني في القناة، حضرتك مع ام ضد؟ لا ضد الحملة طبعا، ما تظهرش ليه؟ يعني هي بتعمل عمل خيري، يكون هي شوية اوفر في ضايقة الناس بقصة السوريين وان يشوفوا بيعملوا ايه وبتاع. انت لو رحت بأي هدايا في اي منطقة شوية هتلاقي نفس المنظر، سواء في مصر او في سوريا او في لبنان او في الصين او في الهند، الناس غلابة يعني هتعمل ايه؟ يعني حضرتك مع ان هي تغير اسلوبها ولكن مع طبعا، لكن هي بتعمل خير في الاول وفي الاخر، ان هي خير. لا انا مع الحمله ديت، يا ريت انها ما تظهرش تاني بصراحه، لان لا بتقدم برامج بتخيف بيها المجتمع، بتقدم برامج بتخيف بيها المجتمع، والحاجات اللي بتجيبها داخل البيوت مش لطيفه ولا ظريفه خالص، يعني الحوادث اللي هي بتجيبها لنا يعني بتقلق الشعب ليه يعني. فيا ريت ان هي ما تظهرش خالص في اي برنامج من البرامج، يا ريت. في ناس قالت ان هي بتقدم خير للناس او بتعرف. لا الخير ده بقى ليه جمعيات اهليه وليه يعني زي رساله مثلا، زي اي جمعيه بتقدم الخير للناس. لا بتطالب الاعلاميه ريهام سعيد ان هي ما تظهرش تاني في القنوات. نعم ضدها طبعا، عشان هي بتساعد يعني ناس كتير، ويعني من مره كده اللي هو بتاع العفاريت والحاجات دي، الناس يعني خدت فكره غلط. هي عادي ممكن تكون مخدوعة في الحكاية دي، بس يعني هي بتعمل خير كتير، مش عشان مرة كده نبقى كلنا ضدها. بس شايف ان اسلوبها جيد للجمهور ولا غير جيد؟ لا هو جيد.